هنرجع للبداية كده، الأمهاتنا هم اللي بيعلمونا الغنى، وأول ناس بيغنوا لنا أغاني الهدهدة دي. أما تقول مثلا نام وأجيب لك جوز حمام، مش عارف همي يا جمال، مش كل الأغاني بيعلموا، بيربونا بالأغاني، بيأكلونا ويشربونا كله بالأغاني. فهل الفترة دي في حياتك وأنت طفل وطفل وحيد حسيت بالحكاية دي؟ أول غنوة سمعتها كانت هي اللي بتغنيها لك؟ لا، هو الموضوع كان مختلف شوية بقى بالنسبة لنا في الفلاحين. يعني أنا اتولدت وعندي عادة وحشة قوي، أما أجي أنام لازم أفضل أعمل دماغي كده، أعمل كده لحد ما أدوخ خالص وأقوم نايم. كل الأمهات كانت تنام ولادهم تقعد تغني لهم وتطبطب عليهم الحاجات دي كلها. أنا كنت أنام جنب أمي، لازم أنام جنبها يعني، وأحط فوطة تحت دماغي واقعد اعمل بالفوطه كده وهي تقعد تطبطب عليا. هي طقوسنا عجيبه شويه في الحكايه لغايه ما تنام. لغايه ما انام.